وكينتشر بسرعه. رد ولا كتخلي مليارات الدولارات شديت على العالم كامل. هنا خرجوا لها الدراري اللي كيلعبوا الكره، الدراري اللي كيلعبوا على برا اكثر عرضه. كونوا مع وليداتكم، اغسلوا يديكم، النظافه النظافه ثم النظافه. الله يجازيكم بخير. ما تخرجوش الافريقه، ما يعني ما تكونش واحد الاسبوع بحال اللي كنشوفوا دابا. الله يسهل عليكم، اول كيبعد على واحد الله يسهل عليكم. السلام عليكم كمواطن مغربي كمجتمع مدني. اليوم قمنا بواحد الحملة تحسيسية في عدة مناطق ديال المقاطعة ديال حي المصلى. درنا في حي التقدم، درنا في عين هارون، درنا في بعض الأحياء. صراحة لقينا واحد 70% ديال التجاوب مع المواطنين. لاحظنا بواحد التصرفات وواحد السلوكات اللي هي ماشي هي هذيك. لقينا تجمعات، لقينا الناس كيتعودوا على الكرة. حاولنا نوعيوهم. احنا من هذا المنبر هذا كنقولوا للسكان ديال مدينة فاس باش يلتزموا الديور ديالهم، باش يحضوا الوليدات ديالهم، باش يخرج الا اللي كانت عنده ضرورة. ما نستهزئوش وما نستهتروش بهذا الوباء، لانه وباء خطير. فيروس كورونا كينتشر بواحد سرعة كبيرة، ومنظمة الصحة العالمية صنفته على انه وباء جائح. ما نطيحوش في الفخ اللي طاحوا فيه بعض الدول. ما يخاطروش الديور ديالهم، ما يخاطروش الظروف ديالهم. الاطفال، النساء، النساء العيالات الكبارات ما تخرجش. ما تخرجوش ما تعاونونا وتعاونوا الدولة. لحقاش حنا كنا نخدموا على هذا، على هذا المرض، هذا المرض هذا المنتشر. بغينا نجمعوه، بغينا نحيدوه. حاربوا حاربوا باش نحاربوا، ما يبقاش يتخزن عليه واحد واحد المسألة هاي كبيرة تولي صغيرة. عباد الله، عباد الله، الساكنة كنهضروا باللغة الدارجة المغربية، ما شفا معاها هادي وشفا معاها هذا وشفا معاها. المجتمع المدني، القطب المدني للتنمية، ومجموعة من الجمعيات الفاعلة في الميدان، كلنا اليوم كنستنكروا عدم الاستجابة والاستهتار ديال المواطنين، وكنستنكروا ان المواطن ما واخدش الامور بجدية وما واخدهاش بعين الاعتبار ان هذا وباء خطير عم الجميع. بدا برقم واحد واليوم كنوصلوا ل 49 في العدد، وما عارفينش المستقبل شنو مخبي لنا. اذا المطالب من الجميع انه ياخذ الحيطه والحذر ويوعي المحيط ديالو بالخطر، ويوعي الابناء ديالو، ويحاول ما امكن انه ما يخرجش للشارع حفاظا على الامن العام والسلامه العامه ديال المواطنين. يا ربي اصلح لنا، ويا ربي اصبر هاد الامه، يا ربي اصبر هاد الامه، يا ربي في هاد الغضب، يا ربي في هاد الغضب، يا ربي اجمع هاد امتك، يا ربي اصبح لامتك، انت اللي خارخه ما تضيعها يا ربي، يا ربي انت اللي نعوين يا ربي، يا ربي وجه الصبيان، وجه البكمه واللي ما تهدر. السلام عليكم، انا نجيه اليوبي. جيت مع الاصدقاء والصديقات ديالي لهذا العمل الانساني اللي هو تنشكر عليه بعدا الاصدقاء واللي داروا هذه البادره توعويه محضه، اللي تنتمنى تعطي الاكل ديالها، وتنتمنى الناس يتجاوبوا معها، لان اللي لاحظت ان الناس ما تيتجاوبوش، وان الناس مازالين خارجين، وان الناس مازالين تيستهتروا بهذا المرض، هذا مرض كورونا اللي هو خطير، اللي حاروا فيه الدول الكبيره ودول عظمى واللي عندها امكانيات كبيره، ومازالين واخدين الامور بالضحك، واخدينها تيستهتروا بالامور. تنتمنى هذه الحملات اللي دارتها هذه الجمعيه وداروها جمعيه وحدين اخرين، تنتمنى تعطي الاكل ديالها، والناس يجلسوا في ديورهم ويحسوا ويعرفوا باللي هذا راه مرض، راه ماشي لعب، راه مرض خطير 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 جدا، وراه غادي الا ما التزموش بديورهم راه غادي تكون نتائج. نرجو الله السلامه والعافيه، والسلام عليكم. طريق دابو، حنا جمعيه القطب المدني للتنميه، درنا واحد الحمله تحسيسيه بالتنسيق مع السلطات، ودرنا في الاحياء وعينا الناس وعطيناهم كيفيه الوقايه من هذا المرض هذا والخطوره ديالو، وعينا الناس وشفنا حتى بعض الاحياء راهم استجبوا مع هذا الحمله هذه، وبعض الاحياء اللي مازال ما وصلوا لهاش شي حملات وخد اخرى دخلنا لعندهم لتما، وراه وصلنا لهم الفكره ان شاء الله، ونتمنى ويكون خير ان شاء الله.